النهارده هنتكلم عن السوشيال اند الوند تريسنج. طب بالنسبه للوند كير، الوند سوشيال يا جماعه خطوه واحده من خطوات الوند كير، او هي كمان الخطوه اللي قبل الاخيره بالنسبه للوند كير. لا، في حاجات الوند كير المفروض نعملها قبل ما نفكر ان احنا نفكر العيان، بحيث من ناحيه الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت واللوكال كونديشن بتاع المكان اللي احنا هنغير فيه. الوند سوشيال يعتبر الخطوه قبل الاخيره، احنا بناخد هي الخطوه الاخيره قبل ما العيان يروح ويجي يرجع لنا بعد كده عشان يفك الغرفه. فان احنا نظبط الاوبتيمال كونديشنز عشان يحصل جود ريبير للهوم، اهم من ان انا مجرد ان انا اتعلم ان انا ازاي اعمل سوت شيرنج او ازاي ان انا ازاي افلت العيان. بالنسبه للهوم، فالهوم الديفينيشن ده انتوا اكيد عارفين هو اي بريك او كات في اي ميوكاس ممبرين في البودي سواء سكين او ميوكاس ممبرين بتاع الكره الكافيتي او بتاع البيستن، كل ده يعتبر هوم. يعني اي بريك بتاع اي بودي ستراكشر يعتبر هوم. ايه الهدف من الممكن كده؟ الهدف من الممكن ان انا اعمل افسكتيف هيموستيس، ان انا اول حاجه ان انا اوقف البليدنج اللي بيجي من الممكن دوت، ان انا اقلل التشو بلس بقدر الامكان قبل ما اخيط العيان، ان انا اعمل اظبط الاوبتيمال كونديشنز عشان يحصل اوفر وون كيلينج بعد ما اعمل سوشاي، وان انا اقلل السكار فورميشن، وده بيعتمد على الدايركشن اللي انا بخيط فيه وانواع الكروت اللي انا بخيط فيها، وكل التشو بلس اوف سواء سكين او ميكروس برين او تندون او ليجامنت او عين. بالنسبه للتايبس اوف وند هيلينج، في ثلاث انواع من وند هيلينج. حاجه اسمها هيلينج باي برايمري انتشن او فيرست انتشن، في هيلينج باي سكندري انتشن، في هيلينج باي تيرشري انتشن. بالنسبه للفيرست انتشن ده ان احنا بنطمح اليه في كل الهومز، ان انت مجرد ما العيان يجي لك تقفله، ما تستناش عليه. معظم الهومز اللي احنا بنشوفها ينفع معاك اكتر من الموند اللي بيحصل في وقت العمليه. الموند اللي بيحصل في الاو ار او في الاوبريتنج روم ده يعتبر ضيق الموند، لان انت مجرد ما بتفتحه بتخلص العمليه بتقفله. لو ليسن تون، يعني لو واحد اتعور في البيت وجاي لك قبل ما يعدي على 24 ساعه، ده ممكن تقفله ضيق، يعني مجرد ما تشوفه هتقفله، مش هتستنى عليه يومين او ثلاثه، او ممكن تسيبه مفتوح خالص، لان في موند بتسيبها مفتوحه وما تخيطهاش، وفي موند بتسيبها مفتوحه ومغير عليها يومين ثلاثه وبعد كده تخيطها. ده هنعرفه بعد كده في السكند انتشن، السكند انتشن والسيرد انتشن. فلو قفلنا موند ساعتها ده اسمه فيرست انتشن او برايمري موند هيلينج او برايمري كلوجر. نعمله في ريسنت مونز اقل من 24 ساعه، والمونز تبقى كلين وفايبل وتنشن فيه، يعني فهو بعد كده واحنا ماشيين فيها. تمام. بالنسبه للسكند انتشن ما بنخلقش الموند، يعني بتتعامل مع الموند ريسنج بس لغايه ما يحصل جنريشن تيشو من الدبس بتاع الموند لغايه السيرفيس، وبعد كده يقفل لوحده. ده بيعمل بيلد اب سكار، وهي حاجه اسمها وند كونتراكشر وهيبرتروف سكار بعد كده. بس احيانا بنبقى مضطرين ان احنا نعمل كده. لو عيان جاي بوم سيبيتي غير كومينيتد، او جاي بوم بقى له فتره حصل فيه وند انفكشن، انا ما ينفعش ارفع الانفكشن وما ينفعش ارفع الكونتميشن ده، فبسيبه مفتوح. تمام؟ فبحصل هنا حاجه اسمها هنا السكند انتشن او السكند وند هيلينج او سبونتينيوس هيلينج، يعني انا ما عملتش حاجه، كل اللي بعمله انا بغير عليه خالص. تمام؟ السيرد انتشن او التشري وند هيلينج او جريد برايمري كلوجر، ده كومبينيشن بين البرايمري كلوجر والسكندري كلوجر. بمعنى ان انا العيان جاي لي هيفلي وند هيفلي كونتمينيت، وانا مش هينفع اقفله على انفكشن، بقعد اغير عليه لغايه ما اطمن ما عادش فيه انفكشن لمده ثلاث او اربع او خمس ايام، وباخد سواب من الجنريشن تيشو اللي بيحصل في النوم، واطمن ان الجروس البكتيريا الجروس اللي فيه اقل من حد معين، ساعتها بقفله بعد يومين او ثلاثه او اربعه على حسب كل عيان وظروفه. ده اسمه التيرشري كلوجر او السيرد انتشن او الدليل برايمري كلوجر، يعني هو نوع من انواع البرايمري بس دليل. ده هو بطمن ان مفيش موند. ده بالنسبه لانواع الموند هيلينج او الموند كلوجر. بالنسبه لك اقول لهم على المصري، انا مش عارف امسك مصري عشان اتكلم. بالنسبه للخطوات بتاعت الوند سوتشاي، اول حاجه طبعا انا بعمل وند ايفالويشن، باخد هيستوري من البيشنت، كل خطوه من دي هنتكلم عنها. بعمل ايفالويشن للوند بالنسبه للاناسيزيا والبلايند والوش بتاع الوند قبل ما اقفله، باوبتمايز السيستم بارامترز زي الدايبيت سيميت والهايبر تنشن والجنرال نيوتريشن عامه بتاع البيشنت، بس ده طبعا بعد اعمل سوتشاي. بدي بغير النون بايبرتيشن بروتوكول، بقلل الموند باي بيردنج، انا اقلل الانفكشن بقدر الامكان والكونتمنيشن، اوبتمايز البلاد فلو الوصل للموند، اقلل الاديمه لما احط الموند في بوزيشنز معينه على حسب كل موند ومكانه في الجسم،
وبعد كده بعد ما اختار الدريسنج اللي المفروض استعمله وازاي بعمل دريسنج بتاعي. بالنسبه للهيستوري، الهيستوري الهدف منه هنعرف لو انت كنت خدت باثولوجي في فاكتورز معينه بتافكت بوند هيلينج بالسبب. انا بدور على الحاجات ديت وبحاول اتفاداها في العيان فبسال عليها. اول حاجه بسال عن كيس انجري، هل هو كراش انجري ولا كاتنج انجري؟ لان هتفرق معايا برضه في السوشيال، لان لو كراش انجري بعمل ديبايتمنت في الوند، انما الكات وند انا بقدر ارفعه بعض. لو في كراش انا بشيل كل النون بقى المتشدده فلازم اعرف، وممكن الكراش انجري يجي لك يبان ان هو كات. يعني مثلا واحد مفتوح مثلا في الستايل بتاعه، عربيه ماشيه على الستايل بتاعه، هو هيجي لك وند مفتوح انت ما انتش عارف، هو مش هتشوف خيط. انما لو انت عارف ان هي كراش انجري، لا هتجيب حد بتاع باسكولا يأسس ان البيزز اللي موجوده جوه، هتجيب حد بتاع نيورو يأسس ان النيرفس اللي موجوده جوه، هتعمل سي تي عشان تشوف في نون فايبل مصر موجوده ولا لا، مش مجرد ان انت هتخيط. ده اهميه البليس اوف انجري. بالنسبه للتايم اوف انجري، لو البيشنت عدى عليه ثلاث ساعات ساعتها بيبقى النسبه ان يحصل وند انفكشن عالي. فانت بتاخد بالك من حاجه زي كده وبتمشي العيان على انتي بيوتكس اي في فتره معينه، وبعد كده بتديله اورا خوفا من الناس اللي ممكن تشم ان هو جالك متاخر، جالك بعد فتره اسمها اكسلريتد جروس فيس للبكتيريا. يعني البكتيريا في حاجه اسمها كونتامينيشن وحاجه اسمها انفكشن. الكونتامينيشن يعني لسه ما حصلش بروليفريشن للبكتيريا في الجون، يعني هم جابوا كونتامينيشن لسه. البروليفريشن ده بيحصل بعد ثلاث ساعات، بيبدا يحصل اكسلريتد جروس فيس للبكتيريا بعد ثلاث ساعات من دخولها الجون. تمام؟ فلو العين جاي بعد ثلاث ساعات من الانجري كده كده لازم تمشيها على انتي بيوتيك، لازم تسال عشان تعرف تمشيها ولا لا، لان مش كل الوند تمشي على انتي بيوتيك. يعني لو وند مثلا لو كانت وند روتين وجاي لك بعد ساعه مثلا هتخيطه وهتقول ما انتش هتمشي على حاجه، مجرد تيجي لي مثلا بعد اربع خمس ايام هتفك الراس وخلاص وعلى كده. لا مش هتمشيها على انتي بيوتيكس الفتره دي. البيرونيت اللي حصل فيه الوند، وند حصل في المطبخ غير وند حصل في الشارع. فاهمين؟ وند حصل في اوضه العمليات، وند حصل في الشارع، ده في حاجات هيحصل لك انفكشن ولا في لا؟ هل في انيمال بايت؟ يعني مثلا واحد عنده كلب، واحد عنده اي حاجه، لازم تعرف ايه السورس بتاع البايت. الماميليان بايت يعني واحد عنده واحد. الميجا بروبلمز الموجوده زي الالرجيز، زي الدايبيتس، زي الناس اللي ماشيه على الستيرويد، اللي هي كل الحاجات اللي ممكن تاثر على الوند هيلينج بعد كده. بنسال على التيتنس اميونيزيشن، لو الوند في الانفيرمنت في الشارع وكده لازم تسال على التيتنس اميونيزيشن عشان تشوف هو هيحتاج ياخد الفاكسين ولا هيحتاج ياخد اي بي اي جي اللي هي كومبرمايز امينوجلوبينز عشان التتنس. لو هو متعور مثلا في البيت او في اي مكان في تراب يعني عشان السورس بتاع التتنس. بالنسبه للوكال انفلاميشن اللي فات ده كان بالنسبه على الظروف اللي حصل فيها الوند وعلى الجنرال كونديشن بتاعت البيشن، وبعد كده بنبدا ناسس الوند ذات نفسه. بالنسبه للوند بتشوف الاموال تفتشن ستراكشر، انت تفتح الوند وتشوف ايه التيشوز اللي حصل لها انجري، هل هو سكين بس؟ هل هو سكين وسبكتينيوس فات؟ هل هو سكين وسبكتينيوس فات والفاشيا والانتيريو للمصل؟ هل وصل للمصل؟ هل وصل للميجور فيزلز والنيرفز الموجوده في الاورجن اللي حصل فيه الانجري ولا لا؟ بتشوف الديجري اوف كونتامينيشن، يعني هل في تراب؟ هل في ازاز؟ الحاجات اللي موجوده في الوند كلها، بتشوف الدمج اندرلاين انستراكشنز زي ما قلنا اللي هي المصل والنيرفز. على حسب اللوكيشن بتاع الوند في البودي بتعرف ايه الحاجات اللي ممكن تتعور في المكان ده. يعني لو واحد اتعور في الريست، واحد فيه كات وند في الريست، ايه الحاجات اللي ممكن تتعور في كات وند في الريست غير مجرد السكين والسبكتينيوس فات؟ في عندنا التنوز بتاعت المصري اللي ماشيه هنا، في عندنا الراديال ارتري والهرم الارض، في عندنا الفالنر نيرف والميديان نيرف، كل دي حاجات موجوده في الريست. فلازم قبل ما تخيطه تطمن الحاجات دي انت، تطمن عليها انت من انت تحس البارس ديستال للانجري عشان تشوف الارنر ارتري والريديال ارتري، هل هم انتكت ولا لا؟ هتشوف السنسيشن ديستال على حسب كل نيرف ديستريبيوشن، تشوف الارنر نيرف ديستريبيوشن والميديان نيرف ديستريبيوشن والميديان نيرف ديستريبيوشن عشان تتاكد ان الانجري دي ما حصلها النيرف دي ما حصلهاش انجري، عشان لو حصل لها انجري انت مش مضطر تخيط السكين، لا انت هتجيب بتوع الباسكولار يخيطوا الارتريز وهتجيب بتوع النيروسيرجن يخيطوا النيرفس قبل ما تفكر ان انت تقفل السكين. تمام؟ وبرضه الموند لوكيشن بيفرق في ريسك اوف انفكشن، في اماكن معينه في البودي البردن بتاع البكتيريا فيها اعلى من اماكن الثانيه، زي السكال الانفكشن فيها عالي، الفور هيد، الاكزيلا والبروين، الحاجات دي الانفكشن فيها عالي. غير الحاجات اللي فيها هيموسبيرتي زي الفيس الانفكشن فيها اقل، فانت لازم دي هتفرق معاك بعد كده في الانتويتك اللي انت هتديه. لان كل مكان من دول له بكتيريا معينه بتعيش فيه، يعني مثلا الاكزيلا لو البكتيريا فيها اعلى،
سكابل ده اللي هو البكتيريا فيها وهكذا، فده بيفرق معاك في الانتي بيوتيك اللي هتديه بعد ما تخلص العمل. تمام؟ طبعا مش اول ما بعد ما طمنت على الحاجات دي كلها مش هتغير عيان من غير انستيزيا. انا عارف ان في ناس بتكون تحت الطوارئ وشافت ان عيان بيتخلطوا من غير لوكال انستيزيا، بس ده مش الصح، ده مش هو كلاسيك. هو المفروض اي عيان يتعمل ياخد لوكال انستيزيا الا ما يكون جنرال انستيزيا على حسب نوع الامر. بالنسبه للوكال انستيزيا اللي ممكن نديها في حاجه اسمها توكال مجرد سبريس رش او كريم، ممكن دايركت انفلتريشن. اللوكال انستيزيا دايركت انفلتريشن ده بيكون سبكوتينيوس لان النيرفس بتطلع منه الديب تيشوز وتوصل للسكن عن طريق السبكوتينيوس فات، فتمتحن اللوكال انستيزيا في السبكوتينيوس فات اللي في البوم او اللي حوالين البوم. الدايركت انفلتريشن له نوعين، لو انت شايف ان البوم بتليد ممكن تعمل دايركت، ممكن تحرم من جوه البوند ذات نفسه، يعني جوه البوند ذات نفسه البوند مفتوح تلاقي في صفحه الاسفلت اللي باين من جوه البوند لو انت شايف ان البوند كلين. انما لو البوند مش كلين، لو البوند كونتمينيتد انت دخلت الابره جوه البوند ممكن تلاقي انفكشن من جوه الجرح للتيشوز اللي حوالين الجرح، فبتبقى البوند كونتمينيتد او البوند انفكتد ما تاخدش لوكال انستيزيا جوه البوند، هنا حواليه في صفحه الاسفلت اللي حواليه من بره. عادة اللي احنا بنستخدمه موست كونلي هو 1% دوكين ويز ريزولت بنفرق، والهدف منه ان هو بيزود الديوريشن بتاعت الانستيزيا، لان الانستيزيا عشان يحصل لها ورك اوت من التيشو تحتاج بلاد سبلاي، فانا لو اديت بنفرق وعملت فوز انسبكشن للفيزلز اللي حوالين الوون هقلل ان يحصل بوش اوت للوكال الانستيزيا اللي موجوده. ده الفاليو بتاعت البنفرق، بس في تيشوز ينفع نفرق بنفرق وفي تيشوز ما ينفعش. يعني مثلا في الفينجرز ارتس فيها اند ارتس، لو حالة ادرينالين في الاند ارترز هيحصل نكروس للتيب بتاع الفيلم، فاي مكان في اند ارتر ما فيش فيه ابنفرين. في حاجه اسمها ريجنال بلوك، يعني مثلا الفينجر، انا عارف الفينجر من النيرفس تمشي في الويبس اللي موجوده حوالين الفينجر هنا، فممكن والووند مثلا في الديستال فالكس، فانا ممكن ما احقش في الديستال فالكس دايركت لان هو بيبقى فيري بيرفول، لان احنا عارفين الاستشفاء في الحته دي فيري جود، فبقى هيبقى فيري بيرفول ان انا احقن لوكال اساسيه في الجزء دوت، فبنزل تحت وبحقن لوكال اساسيه حوالين النيرفس اللي رايحه هناك، ده اسمه ريجونال بلوك، ده بيختلف من كورتيا لكورتيا، بس هو اكثر حاجه هتشوفوها في الفينجرز. تحقن عند البيس بتاع الفينجر في الوود اللي على اليمين والوود اللي على الشمال تحقن لوكال اساسيه. بعد مثلا دقيقتين ثلاثه بيبدا الطرف الصباعي زي ما بتشوفه ينمل وما يحسش بحاجه، ما تبقاش حقنت في حته السنسيشن فيها عالي. تمام؟ ده بالنسبه للريجونال بلوك. ريجنال يعني بعمل الاساسيه للريجن اللي في البوند كله، مش مجرد المكان اللي في البوند بس. عشان اخيط طبعا مش هخيط في درم، انا مش هشوف انا بخيط ايه ومش هعرف اعمل لوبر اكزاميشن للبوند. اكتر حاجه بدائيه بنعملها الاول المكان اللي في البوند ينفع يتعمل تضغط عليه كومبريشن لمده 5 او 10 دقائق، كومبريشن لمده 5 او 10 دقائق لغايه ما يحصل ان البليدنج بيقف، وبعد كده تبدا تاسيس البوند بروبرلي، تبدا تشوف انت هتخيط ايه الليرز اللي انت هتغيرها. لو دايركت بوجه ما ينفعش، يعني مثلا زي دي بوند في الـ في الـ مثلا في الساي مثلا، وانت عايز هنا مثلا وانت عايز تخيطه كومبريشن مش جايب معاك، ساعتها تبقى حاجه اسمها تورنيكي. تورنيكي عشان تقفل الفيمورا بارت من فوق فتقدر تاسيس البوند كويس، بس التورنيكي ده بيبوشنز معينه، يعني مثلا ما ينفعش يتسبب اكتر من اربع ساعات عشان ما يبداش يحصل اسكيميا ديستال، يعني له بيكوشنز معينه، هو ما بيفكش الا في وقت العمليات مش بيفك بره عشان له كوميونيكيشن كتير. ممكن كيميكالز، قلنا من شويه بنفرم انه جاب البلازما ستيتشن حاجه اسمها جين فوم اكسلريت بريت بروفيشن وبلوت فورميشن، حاجه اسمها اوكسيسيل واكسيفول وكارتيفول، كل دي حاجات بتبقى زي سكافولدنج للبريت بتيجي عليها فيكسلريت البروت فورميشن. وممكن كتل باستخدام البايسيمين، واحد فيه ده طبعا عملت قبل كده الالكترا، بنستعمل الالكترا كراك في ان احنا نعمل كوجريشن للفيزيتس اللي بتخرج بس. تمام؟ خلاص احنا قررنا ان احنا نخيط، نبدا الاول ننظف البوند اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجه عملناها ان احنا عملنا اسسمنت الجنرال كونديشن بتاعت البيشن ككل والكونديشن اللي حصل فيها الديجن، وبعد كده عملنا اسسمنت للبوند ذات نفسه، وبعد كده عشان نبدا نشتغل على البوند عملنا لوكال انستيزيا حواليه ووقفنا البريدنج اللي جاي منه، وبعد كده هنبدا بقى نعمل ننظف الجرح اللي احنا هنخيطه. ننظفه من ناحيه ان احنا الاول
مثلا واحد واقع على الارض، المنظف الجرح ده من التراب اللي موجود فيه، المنظف ازاي مستمر؟ مستمر الصلايه بتاخد اياس من 50 ريال. بص عارف لو انتوا شفتوها قبل كده احنا بنحط فيها صلايه ونبدا نعمل بوشنج للصلايه جوه الوند لغايه ما نطمن الوند ونلف خالص، وحوالين الوند بيبقى بتدين. البتدين ما بتحطش جوه الوند، البتدين بيتحط عليه التكت سكيل مش على اوبن سكيل. وبعد كده نبدا نشوف التيشوز اللي احنا هنخيطها دي، هل التيشوز دي فايبل ولا لا؟ لو فايبل بتخيط، لو مش فايبل بتبدا تعمل تريمنج للايدجز الموجوده ديت لغايه ما توصل لفايبل تيشو. تمام؟ نعرف الفايبل تيشو لما يحصل فيه بيحصل بليدنج واضح او يحصل حاجه اسمها بانكتيك بليدنج، تعرف ان التيشو ده فايبل او بلون او بلون التيشو اللي انت هتخيطه. تشوف ايه لو فيها فور بوليس ازازه او فايبل تشيله. بالنسبه للغير من الاماكن اللي فيها غير كتير حاجه بس زي السكيل. طبعا هو في ناس بتقوم بالموس وتشيل الجزء اللي هيتخيط فيه اللي هيتخيط ده، ده مش صح. يا اما تسيبه خالص ما تشيلوش اصلا، ما تشيلش الشعر وتخيط الشعر الموجود، او تعمل كليبنج يعني بالمقص او المكنه اللي هي الكهرباء اللي بتستعمل دي، لان مش من مشط او مش من موس، لان انت بالمشط او الموس في الاير ناس بيزنس قالك ده بيزود الانفكشن 10 مرات. ان انا احلى مخيط ده بيزود الانفكشن 10 مرات، ما فيش علاقه. لو في شعر كتير لما تشيله بالمقص او تشيله بالمكنه اللي هي الكهرباء ما يتحلقش بالموس. والاي براوز ما تتحلقش، الاي براوز ما تتعلمش شعر الاي براوز، ممكن لو اتشال ما ينفعش تاني. الاي براوز من الشعر اللي ممكن لو اتشال الموس ما ينفعش تاني. خلاص قررنا نقفل الموس. الهدف في اهداف من الوند كلوجر، اولها ان اعمل انيميشن للديد سبيس، عشان الديد سبيس دوت يعني مثلا لو في وند مثلا في الغرب مثلا وفي تحتيه سبتينس جاب كبير، لازم اخد السب تينيس جاب الاول ده، لان الجاب دوت لو موجود تحت السكين هيتملى بسيره وبلاط، وده هيبقى ميديا ان يحصل انفكشن في الوند دوت، فيحصل نفس سكافتي الوند ده يفتح بعد كده. فاي ديد سبيس تحت الوند لازم يتقفل عشان ما يتجمعش فيه سيره او ما يتجمعش فيه بلاط. لازم نعمل اكيو ابروكسيميشن للديب تيشو ليرز اللي هي السب تينيس فات والفشل قبل ما اعمل كلوجر للسكين عشان اقلل التنشن اللي موجود على السكين فوق. انت لما تقفل الليرز دي كل ما هتقرب من بعضها هتلاقي السكين قرب خالص، فيبقى اقل تنشن ممكن على الوند. تعمل اودنس للتيشو اسكيميا ستريمبيليشن هتقلل ريسك الانفكشن، ان انت تحاول تقفل الوند بقدر الامكان في حاجه اسمها بلود بيريود اللي هي من 3 ل 8 ساعات، وممكن توصل لغايه 24 ساعه في التيشوز اللي فيها هايبر سكيورتي زي الفيس والسكان. وده بقى ابروكسيميشن وريفيرجن للابثيليا بروشن. الريفيرجن ده هنشوفه عمل ايه؟ زي ما قلنا نعمل حاجه اسمها السبتينس لير ابروكسيميشن، اللي هي السبتينس لير دي بتعمل حاجه اسمها بريد نوت، وهنشوف طريقه ان الغرزه تبقى مقلوبه لجوه، يعني العقده ذات نفسها تبقى لجوه مش ظاهره لبره. بتعمل حاجه اسمها بريد نوت بتستعمل بره، بتستعمل فيها ابزوربر سوشيز. الهدف منها زي ما قلنا من شويه ان احنا نقلل الديد سبيس الموجود تحت السكين، وان احنا نعمل ابروكسيميشن للبون دي بالسكين فيقلل التنشن على الريبير اللي انا هعمله في السكين. بالنسبه للسكين كلوجر هو الهدف ان انا اعمل ديفيرجن، بمعنى ان انا مش عايز اخلي الديل نايم جوه، عايز اخليه مفتوح لبره، حتى وانا قافله عايز اخلي الديل جست بتاعت السكين موصل فوق. ده شايف ان هو بقى اسرع حاجه بيحصل لها ايه؟ بيستريلايزيشن. ليه بيستريلايزيشن؟ لو الديل جست بتاعت الوند ايفرتد لبره بيحصل في 18 ل 24 ساعه، لو هو لازق في بعضه اللي هو مظبوط على بعضه، لو انت تشوف تلاقي تحس ان هو شكله احسن من الديفيرجن، ده بياخد له من 36 ساعه عشان يحصل له ريستريلايزيشن. لو انفرتد لجوه بياخدوا 3 ايام عشان يحصل له ريزرفيشن. يبقى الهدف من موضوع كلوجر في السكين ان انا اعمل ايفيرجن للسكين بالسوشيال اللي انا اخده، واعمل ابروكسيميشن نوت ستريمبيليشن، بمعنى ان انا بقرب الايدجز لبعضها بس، مش الغرزه بتاعتك هي اللي هتعمل ايه. الغرزه بتاعتك الهدف منها ان هي تقرب التو وند ايدجز لبعض، والجسم هو اللي هيعمل ايه. يعني مش كل ما تحرق على الغرزه كل ما كان احسن، بالعكس انت لو حرقت على الغرزه قوي البلاد سبلاي اللي واصل للوند دوت هيقل، فالوند مش هيحصل له هنا، بالعكس الجزء ده دي مش هتديك هتقطع في التشو ويتفك والوند هيفتح تاني. تمام؟ يعني واحنا لما نيجي نتعامل دلوقتي واحنا بنربط الجرزه ما بتربطش الجرزه للاخر، لا بتسيبها مهويه شويه. بسببين، ان انت عشان ما تقفش الراس قبل اللي رايح الوند، والسبب التاني ان الوند ده كمان مثلا ساعه او ساعتين هيحصل فيه قديمه. هو اصلا هيقرب لبعضه غصب عنه من القديمه اللي هتحصل فيه. مش اي جرح بيورم، هو الجرح ده هيورم. ساعة ساعتين ثلاثة هيورم، فأنت المفروض تتوقع الورم اللي هيحصل دوت وعلى أساسه تعمل حساب الغرزة دي،
ما تشدش الغرزه للداخل يجي الجرح يوقع تقوم الغرزه قطع او يوم او تقوم الغرزه قطع في الجرح ذات نفسه لو الغرزه من مونو فيلمنت وليه وليه فين هتقطع في الجرح كانها سكينه بالظبط تمام وبنختار انت سميت الغدة اللي بقى اللي هنا اللي قدام شويه وبتشوز الابدومين سايز بتاعت السوشر بالنسبه للوكيشن اللي حصل فيهم ده هنشوف كمان شويه عصر بعد الوند كلوجر في حاجه اسمها الوند ليست يعني ايه الحاجات اللي هتغطي بيها الجرح لو وند عادي مثلا ممكن مثلا في الفيس طبعا احنا بنغطيه من 24 ل 48 ساعه اللي هو الوقت ان انا اتاكدت ان حصل ريفيزيشن لللايرز بتاعت السكين ان اللاير بتاعت الابيديرمس لمت على بعضها اول حاجه بتلم الابيديرمس اللي هي الليبسيليا بتاع السكين ده بيحصل في ظرف 24 48 ساعه الفتره ديت هي دي الفتره اللي انا بعمل فيها هون ريسك وبعد كده بكشف الجرح بكشفه بعد ما اتاكد ان حصل ريفيزيشن عشان يبقى وضع طيب لان الطبيعي السكين بتاعنا ما بيعديش ميه فانا بغطي الجرح عشان ما يوصلوش حاجه في حين ما يحصل انفلاشن بالنسبه للسيستمات بارامترز بنتكلم عن النيوتريشن والدايبيتس والحاجات اللي ممكن ممكن العيان يكون بياخدها بتاثر على الوند جين بالنسبه للنيوتريشن لازم يبقى فيه جروب اكشن نيوتريشن عشان هو الجلوكوز هو المسؤول عن اللي هي الانرجي سبستنس اللي هيحصل بقى الانجيوجينيسيس بيحتاج فاتي اسيدز معينه اسينشال عشان السيل ستراكشر وعشان الفيرمنتال بروسيس بيحتاج بروتين كويس عشان يحصل جروبر دي عشان الكولاجين فورميشن لان لو ما حصلش جروبر كولاجين فورميشن هيحصل وند بيسنس او الجرح هيفتح في فيتامينز كتير ليها علاقه بالوند هيلينج زي فيتامين اي له دور في الكولاجين فورميشن هو فيتامين سي في تريس اليمنتس زي الزنك والحاجات دي ممكن تتكسر من الميشن ميشن اورف لازم يعمل كولكشن من الدايبيتس لان الدايبيتس هيقلل الريسك بتاع الوند انفكشن فممكن يحصل وند بيسنس لو الدايبيتس ان كنترول ومن افويد الاسترويدز والالكول والسموكينج ممكن الحاجات دي بتوسع الوند هيلينج لو هي هاي دوز بالنسبه للبلاد فلو والاكسجين سبلاي اللي وصل للوند بنعمل له اوبتمايزيشن بيبقى فيه غوربس يعني العيان دايما بيبقى متدفي او لو الوند كبير بتقول ان هو يرتاح الفتره ديت ويبقى في السرير الهايبريشن اي انسان فينا بيحتاج في اليوم لو واحد في وزن الطبيعي بيحتاج على الاقل 2 لتر سوائل في اليوم فالجروبر هايدريشن دوت مهم عشان الجروبر وند هيلينج السيرجيكال ريفاسكولاريزيشن بالنسبه للوندس اللي حصل فيها انجريز للارترز اللي عامله بلاد سبلاي للوند فانت لازم تعمل ريفاسكولاريزيشن لازم توصل الارترز دي تاني الاول عشان تطمن ان الوند دوت هيحصل له ايه لانه مش هيحصل له بلاد سبلاي الا من الارترز دي لازم تعمل سيرجيكال ريفاسكولاريزيشن في الفوركن في الانجريز اللي حصل فيها انجريز للبلاد فيسز في حاجه اسمها هايبوبريك اكسبرسال دي في الدعوه فيها بلس شويه دي في الونس اللي فيها ريزيستنت للهيلينج فبتدخل العيان في اوضه معينه نسبه اكسجين معينه بدون الدخول في تفاصيل فيها قلنا لازم نقلل الاديمه الاديمه بتزود التنشن اللي موجوده على الوند فممكن تقلل الوند هيلينج اعتقد ان انا اورجنز دي ينفع ارفعها برفعها يعني مثلا لو في انشري في الهاند وانا عايز اقلل الاديمه اللي موجوده في الهاند دي هل يقدر اعمل ايده كده ولا يقربها للهارت؟ كل ما قربتها للهارت كل ما قللت الجديد لان البلاد سبلاي هيبقى الفيروس درينج هيبقى اسهل. فمثلا حتى لو واحد ايده متعوره من غير قصور من غير اي حاجه بتلاقيها بتفتح سلاب على كتفه ومعلقه من غير ما يبقى في كسر اصلا. الهدف من السلاب ديت ان اقلل الجديمه اللي موجوده في الهاند فهي بتحصل جوه الوند هنا عشان يحصل جوه في نص الدنيا فما يحصلش جديمه في الوند. او كومبريشن ان انا الف البط ده الف اورجنز اللي انا ما ينفعش اقرب يعني مثلا لو في انجل مثلا هنا بلفها بالباط ضغط مش هخليها قاعد كده طول الوقت فبلفها بالباط ضغط عشان اقلل الهجمه اللي موجوده في الجزء ده وشه. لو في الابدومن لا ينفع يعني لو في لافرون في الابدومن في متخيف ان يحصل قديمه في العيان ده لا ينفع اعمل ديفيشن الابدومن ولا ينفع اعمل كومبريشن بالباط ضغط لان ما ينفعش اعمل كومبريشن بالباط ضغط في الابدومن عشان الدايفراج لو عملت تايت كومبريشن هو مش هيعرف ياخد نفسه. فبالنسبه للابدومن في حاجه اسمها نيجاتيف بريشر ممكن تستغرب. نيجاتيف بريشر ممكن تستغرب دي عباره عن تكنيك معين ان احنا بنغطي العيان بدريسنج معين دريسنج جامد بنوصله حاجه تعمل نيجاتيف بريشر حاجه تشفط الهواء اللي في النوم وتشفط الفلويد اللي ممكن تتجمع من الجيم تمام؟ او
دول تدخل في تفاصيل دي حاجات بص عليها بس هو بالنسبه للاورجنز اللي انا ما اعرفش اعمل لها اليفيشن ولا اعرف اعمل لها كومبريشن بلجا في حاجه اسمها نيجاتيف بريشر وون ثيرابي. في عيانين بعد ما خيطهم بنديهم انتيبيوتكس وفي عيانين ما بنديهمش انتيبيوتكس. ايه الانديشن بتاع السيستم الانتيبيوتيك؟ لو الانجل عدى عليها 6 ساعات في الاستريبتس او عدى عليها 24 ساعه في الفيس او السكيل. لو في انجل التندون او الجوينت او في حصل كسور ووصلت والعيان ده اتجبس او حصل بون او حصل بون انفورد. لو في كارتج انفورد لو مليان باي زي جلد او غيره. لو في كوموربيتيز انت عارف ان هي بيحصل معاها زياده في الانفكشن زي الدايميتس او زي او الاكستنس فيج او الاستويد يوز او النوبل بيستي. لو بنكشر وونج او لو كومبلكس انتر اور وونج دي الوونجز اللي بتاخد فيها انتر غير كده بتخشها دلوقتي. يعني لو وونج في الفيس وعدى عليه ساعتين وخيطته العلبه مش هتشرب من ضهرها. مجرد بيك كمان ده خمس ايام في الدوران في الوقت. انها ما بتمشيش على اي يعني. تمام؟ بالنسبه للوونج دريسنج هو ستايل بروتكتيف كفرنج او لايت للوونج او الانسجن اللي حصل واسيبتك تكنيك وزود ميديكيشنز. يعني بيخط الجرح بس بيخط الجرح دوت في وجود اسيبتك كونديشنز يعني في وجود تعقيم. تمام؟ ايه الهدف من الوونج فيزنج؟ ان انا احاول امنع من المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده في الانفيرمنت انها توصل للوونج لغايه ما يحصل كومبليتلي فيرميشن للوونج. او لو الوونج زي الوونج اللي انا برجع فيها للسكندري انتشن هيلينج او سكندري انتشن ساعتها هو الوونج ده ما بيحصلوش هيلينج الا بال يعني بس بفضل اعمل له دريسنج لغايه ما يحصل كومبليت هيلينج للوند غير الوقت عشان ابني على المايكرو اورجانيزمز انها توصل للوند دوت. ده الهدف من الدريسنج. بالنسبه للوند دريسنج زي ما قلنا لازم ستريكت اسيبتك تكنيك عشان ما اعملش بوس انفكشن من والى الوند. يعني ما اخليش الوند انفكشن من الوند للتشوز اللي حواليه ولا من التشوز اللي حواليه الوند ذات نفسه. كل الماتيريالز اللي هنستعملها لازم تبقى ستايل لازم نخش لازم يعمل نخش من الهندس قبل وبعد الهوم بريسنج. طبعا نفس الحاجات دي الله يدي الهوم سوتشر برضه لازم اغسل ايدي قبل ما اخيطه وبعد ما اخيطه. الانسترومنتس اللي هتستعمل بس للبيشنت دوت مش اكتر من لو انت شايف ان الهوم كبير او حجمه كبير تلبس ماسك وسلايد جلوبس جونز لو انت هتستعمل لارج دريسنج. لو الاوضه اللي انت هتعمل فيها دريسنج دي يعني مثلا ممسوحه مثلا او مكبوسه لازم تستنى عليها على الاقل ربع ساعه لان الحاجات الموجوده في الجو دي عشان تنزل وتغلق على الارض تاخد من ربع ساعه لنص ساعه. فانت بتصبر مثلا لو انت مثلا في عنبر والعنبر دوت مثلا مسحوق او متنظف دلوقتي ما ينفعش تغير على الاقل دلوقتي لازم تستنى على الاقل ربع ساعه ونص ساعه قبل ما تغير عليه لغايه ما تطمن ان الدنيا ما عادش فيه حركه. افويد توكن كفر وسليزنج وتغطيه على عينين. لو في سويد دريسنج يعني الدريسنج ده مليان فلويد وتطمين انسترومنتس لازم تتخلص منها بشكل ماسك عشان ما يحصلش كروس انفكشن مع عيان تاني. لو انت بتغير لو دريسنج لازم خالص احيانا الجرح بتطلع منه سبيشر بتخلي الدريسنج يلزق في الجرح جامد وانت بتشيله ممكن تحط عليه صلايم لغايه ما تدوره خالص وبعد كده تبدا تشيل الدريسنج دوت. الدريسنج ده حاجه طبعا حاجه بينفل للعيان. فلو انت لو هو يبقى كبير بينفل للعيان فممكن تديله انالجيزم تديله مسكن قبل ما تعمل الدريسنج دوت. ودايما افويد الميل تايمنج عشان ما يحصلش ادمكس للعيان بعد الدريسنج. ان هو اي حد بيجي له يحصل سميت بين او يحصل له بين عامه ما بقاش له نفس ان هو ياكل. فعادة البريسنج بقى في غير مواعيد للاكل بتاعت الفيشن. بالنسبة لانواع البريسنج المستعملة في البريسنج اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو الفيلمس اللي هو مجرد شاش وعليه بلاستر ده النوع البدائي. في انواع تانية مستعملها على حسب انواع ووندوز معينة ليها هاي ابزورشن عشان تابزورب الفلوز اللي موجودة في الجرح من خارج الجرح مش دراي ومش مويست يعني حاجة بين البريك. في حاجات لها هاي ابزوربت كاباستي زي الهايد جيلز. في حاجات لها ابزوربت كاباستي موديل ابزوربت كاباستي زي الهايد كولويدز. في حاجات لها هاي ابزوربت كاباستي زي الاجليس والكولاجينز. دول تدخل في تفاصيلها ان انا مش هتفرق معاكم بالنسبه
ستراكشر في حاجه اسمها او الاستراكشر ستراكشر في حاجه اسمها مونو فيلامنت وحاجه اسمها مالتي فيلامنت. مالتي فيلامنت زي الخيط اللي بنستعمله في البيت اللي هو خيط انت لو بصيت فيه هتحس ان هو اكتر من خيط في بعض اسمها مالتي فيلامنت. وفي حاجه اسمها مونو فيلامنت يعني خيط ستراند واحده بس مش دوبار على بعض. ده انا اعرفه في انواع الخيط بعد كده. لو انت شاكك لو انت خايف من انفكشن او انت خايف من مونو استعمل مونو فيلامنت مش استعمل مالتي فيلامنت لان المالتي فيلامنت الانتريسز اللي جوه الخيط ذات نفسه بتهربط البكتيريا فممكن تزود ريسك بتاع الانفكشن. فطول ما انت في مجالك انت تستعمل مونو فيلامنت استعمله احسن من المالتي فيلامنت. بالنسبه للكوزموتيك ريزلتس اقل حجم خيط ويبقى مونو فيلامنت. بالنسبه للسوت شارب سايز المستعمله على حسب السايد بتاع المونو هي بالنسبه للخيوط الخيوط بتقسم كالويدث بتاع الخيط او الدايمتر بتاع الخيط. الدايمتر هو الستاندرد اللي هو الزيرو. اقل من الزيرو بنزود الرقم عليه يعني مثلا في 2 0 ده اقل من الزيرو او 3 0 ده اقل من الزيرو او 4 0 باي 8 0. 8 0 ده بيتشاف بلون معين في المستعمل في الخيط بتاعت الارتز او السمول بابلز. وفي بقى اعلى من الزيرو اللي هو 1 او 2. واحد او اثنين ده زي اللي هو اللي زي اللي مستعمل في الاسنان في الفتحه بتاع الاسنان ده اللي انت بتبدا عليه اللي هو الاثنين اللي هو الحديد. بالنسبه للانجلس اللي بتحصل في الاسكان بيستعمل 4 0 او 5 0 سوشرز وده بنفكها بعد سبع ايام. بالنسبه للفيس بنستعمل 6 0 بنفكه بعد 5 ايام عشان الفيس بقى فيه هايبر سكريبت. بالنسبه للشيست او الانتيرو ترانك شيست والابدومين بالذات بيستعمل 4 0 او 5 0. بالنسبه للشيست والابدومين بيفكوا بظرف في اسبوعين. بالنسبه للباك بيفكوا بظرف 10 ايام. بالنسبه للاكستريمتيز بيستعمل 4 0 او 5 0. تمام؟ في تقسيمه ثانيه للسوشيال تايبس غير المونوفيلامنت والمالتي فيلامنت اللي هي ابزوربل ونون ابزوربل. بالنسبه للسكين بيستعمل النون ابزوربل ان انت بعد وقت ما تنزل الغرز تشوف الغرزه وتسدها وتشد. انما في اماكن انت ما بتشدش فيها الغرز زي السبكتينس فات. السبكتينس فات ده تحت السكين فانت مش هتفتح السكين تاني عشان تفك الغرزه وبعد كده تفك. فبتستعمل في المناطق دي ابزوربل سوشيز. تمام؟ يعني المناطق اللي انت مش هتعرف توصل لها بعد كده عشان تفك الغرز بتستعمل ابزوربل سوشيز. او المناطق زي مثلا السمول انتستن بيستعمل ابزوربل سوشيز يعني هي حاجات مجرد جوه الابدوم هتدوب لوحدها بعد ما يحصل اوفر هيلينج بتفوز على بعضها. زي ما قلنا بعد كده التقسيمه الثانيه اللي هي بريدد او مالتي فيلمنت او مونو فيلمنت. بالنسبه للبريدد ابزوربر سوشرز زي الفيكريم. بالنسبه للابزوربر مونو فيلمنت زي المونو كريم او الكرومات الجاد ده. بالنسبه للنان ابزوربر سوشرز البريدد او مالتي فيلمنت زي الايث بوم او الثيب. وبالنسبه للمونو فيلمنت زي البورولين او الايث بريشن. هي التسير بتاعت الحاجات دي مش هتبقى الهدف من المحاضره هو السوشيال ميديا فمش هيدخل في تفاصيل انواع الخيوط وانواع كده والكلام ده. بس هو التعاطي في حاجات ابزورها وفي حاجات لا تبزورها. تمام؟ في حاجات تكون فيها وتكون مالتي فيلمنت. مجرد ما بناخد الامبول الخيط ده بيبقى امبول مش مشكله مش هنا امبولات مقفوله. ده بيبقى امبول مقفوله. هو الخيط بيبقى في مش مشكله هنا. الخيط بيبقى موجود في الامبول زي دوت. قبل ما بفتح الامبول لازم اطمن على نوع الخيط اللي انا هستعمله بس مش الاكسبيريشن ديت بتاعته. وبعد ما بفتح الخيط هنشوف دلوقتي ما بشدش الخيط من الابره. لان الابره بتبقى في حاجه بس السواد مين الابره دي ما بقاش ليها اي خيط داخل فيها وموجود فيها. لا الابره بتبقى داخله جوه الخيط بقى داخل جوه تجويف جوه الابره اسمها السواد مين. انا لو شديت على الابره جايه ممكن الخيط ذات نفسه يسيب من الابره. تمام؟ فبنشد الخيط من الخيط ذات نفسه مش من الابره واحنا بنطلعه من جوه الابره. وافويد بالنسبه للخيوط اللي هي المونو فيلامنت اللي هي الخيط اللي بقى ستراند واحده لو مسكت الخيط بالاله بيحصل له كشف ممكن لو انت جاي بتربطه تتقطع. فالخيط اللي بقى مونو فيلامنت ما بنمسكوش من الاله بنمسك من الابره بالاله ومش انما ما بنمسكش الخيط ذات نفسه ما بنشدش الخيط بالاله مش بتشده بايدك وبعدها بتمسك الابره بالميد الغلط. بالنسبه لمسكه الميد الغلط ممكن نفتح بس حاجه بسرعه الجزء
عملي مطلق دورك عربي عشان هنشتغل عربي مش عملي وعملي وعملي شروط لا يعني هو النور قبلته يعني قبلته مش كافي وبالنسبه للباسكت احنا في المطبخ على ده في المطبخ احنا بنسميها دي صح بس هي في السيرجري او كليشن انا ما بمسكش الاله كده بمسك الاله بالثم والرينج الثم والرينج هم دول حط واحد هنا واحد تمام مش لدرجه مش مدخلاها للفنكس جوه خالص هو بس فنكس بس دول بس مركزين معايا انا السبعين دول الثم والاندكس استعمل منهم الديستال فالنكس بس كده زي ما ماسك كده وبعد كده بعمل سبورت بالميدل فينجر والاندكس كده تمام ما بدخلش الاله اخرها كده ما بدخلش الايديه اللي جوه كده الايديه اللي جوه كده مش هعرف استعمل الاله هو طرف صوابعي بس تمام وبعد كده بفتح بفتح الاله بان انا ما بتفتحش ليه؟ احنا بنستعمل صوابعك كلها انا بعمل سبورت اللي هيفتح الاله هو الثمب بس اللي هيفتح الاله هو الثمب بس انا بسبورت بسبورت الاله بالثلاثه فينجرز دول الرينج والاندكس والميد فينجرز شادين الاله عليها كده وبعد كده بزقه بالصمب تمام هتفتح اهو بالتدريج بالتدريج بالتدريب هتفتح ماشي المهم تتعودوا على بس الاله ان الثمب وال الثمب والرينج فينجر هما اللي جوه الرينج بتاعت الاله الثمب والرينج فينجر هما اللي جوه الرينج بتاعت الاله والاندكس والميدل عاملين سبورت للشفت بتاع الاله تمام تعودوا على المسكه دي الاول بعد كده ساعه فتح الاله لو اللي بتقطعها ازاي عشان تفتح الاله بتزق بالصمب تزق بالصمب تمام مش بتفتح لبره مش بتفتح حاجه مش بتفتح صوابعك كده لا هو انت بتزق بتزق انتيريو بتزق لقدام فالجراتش بتاع الاله بيتفتح تمام ده بالنسبه للمسكه بتاعت الميدل بورتر حركه الميدل بورتر في ايدينا مش كده حركه مش كده مش على مستوى الهيلم ولا على مستوى الكتف بس الحركه بتبقى على مستوى الريست بس سبرونيشن وسبرونيشن بس يعني انا ايدي سكاين كده بس يعني دي الحركه بتاعت لما نمسك الميدل دي الحركه بتاعت الميدل بس برونيشن وسوبرنيشن برونيشن وسوبرنيشن برونيشن وسوبرنيشن انما مش كده تمام لا على مستوى الالبو ولا على مستوى الشول ودي حركه الميدل روتر حركه الميدل روتر برونيشن وسوبرنيشن بس مش اكتر من كده بالنسبه للمسكه الابره هو الميدل روتر هو هنا ماسك الابره بطرف الميدل روتر يعني 1 2 ملي متر من الايدج بتاع الميدل روتر و يعني في نص الابره او التلت والتلتين بتاع الابره ما ينفعش امسك الابره من هنا لان ساعتها هبوظ السلاح بتاع الابره فاجي حاجه اخيط بيها مش هتخش معايا في التشوز بسهوله وما ينفعش امسكها من هنا دي الحته اللي هي من الحته اللي بتدخل فيها الخيط احنا قلنا من شويه ان الخيط بيدخل جوه تجويف في الابره التجويف ده بيخلي اضعف حته في الابره ارفعها تاني فانت لو مسكت الابره من هنا وجيت تخيط الابره تتلم لان الجزء دوت بقى ضعيف من الابره فالابره بتتمسك يا اما النص في نصها او التلت والتلتين وبتطف في الميدل بورد دي تعتبر ميدل هنا لو انا همسك ميدل زي ديت امسكها في النص وبتطف في الميدل بورد عشان اشتغل ابدا اعمل سويتش مش همسكها من هنا لان انا مسكتها من هنا هبوظ السلاح بتاعي وانا همسكها من هنا لان شايفين الخيط ده داخل جوه تجويف جوه الابره لو مسكتها من هنا وجيت اشتغل بالابره تبقى تاني ومش اصلا مش هتتمسك كويس اساسا لان الحته دي بتبقى اتخن حته في الابره واضعف حته فيها يعني بتبقى اتخن حته فيها واضعف لان بقى ليها تجويف من جوه ده بالنسبه لمسكه الميدل جوه الميدل بورد الآلة التانية أنا همسكها في إيدي الشمال هي الفورسبس أو الجفت يعني أنا همسك الإبرة وده الجفت الجفت بنمسكه زي القلم إحنا مش هنمسك القلم كده وهتيجي تكتب كده بس بإيدك الشمال بقى هتمسك كده هتمسك كده تمام يعني هي الكلام ده كله اختصار وأنت بتمسك
الجفت زي تعمل في السي فينجر ستور. تمام؟ مش قوي كده يعني. او رجع ايدك ورا شويه. ايوه اللي هي الحته اوسع حته في الجفت. تمام؟ يبقى هي بتتمسك بالثري فينجرز اللي هم الثمب والاندكس والميدل زي مسكه القلم. ده اسمه مسكه الفورسز. احنا مش هناخد كل انواع السويتشز. احنا هناخد حاجه اسمها السيمبل سويتشر او الانفرتد او الانتربتد سويتشر السيمبل انتربتد. وهناخد حاجه اسمها الماتريس او الفيرتيكال او الهوريزونتال. وهناخد نبذه عن السب بارتيكولار سويتشر. بالنسبه للسيمبل سويتشر ولو هنقرب اتفضل. زي ما قلنا اول حاجه في الاستبس اللي قلنا عليها ان احنا هنمسك الامبول نشوف الخيط اللي احنا هنستعمله هل هو الخيط اللي انا محتاجه ولا لا. احنا بناخد الخيط دوت سلك زيرو ده عمرك هتستعمله اصلا بس هو ده الموضوع. يعني لو قلت على خيط سكيم عمرك ما هتخيطه زيرو. لو قلنا اقل حاجه في الخيط في اكبر حاجه في الخيط كانت 4 زيرو والسلك ده مستعمل في حاجات ثانيه بس مش في السكين يعني او في السكين في ظروف معينه. ده سلك بريدد يعني مالتي فيلامنت سلك يعني سنسيتك استرايل اكسبريشن دي بتاعه طبعا هو اكسبيرد في فبراير 2017. طبعا ده انت اول ما تشوفه تقوم مرجعه مش هتستعمله. تمام بس لازم تطمن على الاكسبيرد بتاع الامبول. اول حاجه هطلع هو الامبول ده بيبقى 3 ليرز. دي ليره هي ليره الثانيه فتحتها هو وبعد دي ليره كمان هي. تمام افتحها كده دي الابره وده الخيط. همسك من الابره ولا من الخيط؟ من الخيط ده ومن الابره. قالوا من الابره قالوا من الابره من الابره من الخيط قالوا من الابره. لا لسه مش هخيط دلوقتي انا عايز اطلع الخيط من الامبول. امسكه من الابره واشد ولا امسك من الخيط واشد؟ الابره لو مسكت من الابره ممكن وانا بشدها تقوم طالعه من السواد دي. فانا همسك من الخيط. ينفع الخيط ده امسكه؟ اه ينفع لانه مالتي فيلم مش نو فيلم. النو فيلم ده هو اللي بيحصل له كراشنج وممكن مسكه الاله تبوظه. انا ماسك الابره اهو امسك الابره بيه؟ لا عندي ميدل عندي فورسبس امسك من الابره وعازم الابره فيه. امسك الابره. بعد كده بقى همسك الابره، همسك الابره منين؟ نص من نص او التلت والتلتين. كده همسكها من نص من نص وبطرف الميدل هوردر او 1 2 مللي من طرف الميدل هوردر. كده همسك الابره. ماشي. ينفع خيط على الوضع دوت؟ لا لازم اخلي الخيط بعيد عنه. عشان وانا بخيط الخيط ما يخش في بعض. تمام؟ يبقى دي الخطوه الاولانيه ان انا ازاي امسك الميدل. قلنا ان احنا نمسكها بالبيستل اللي بتاعت الميدل بوردر وامسكها نص من نص او التلت والتلتين. كنت انا معاك وقت معاك في الساعه الثانيه. وبعد كده همسك التيشوز دي عشان اشتغل عشان ابدا اعمل سوشيال. اول حاجه هقول الايدج بتاع المونج واعمل له حاجه اسمها ايفيرجن. تمام احنا قلنا هنشتغل برونيشن وسوبرنيشن وبعد كده برونيشن. اول حاجه ان انا بخلي الابره بيرنديكولار حوالي نص مل يعني نص سم من الايدج واخليها بيرنديكولار وبعد كده اعمل سوبرنيشن. يعني ايه ايدي كانت برونيتد كده بلفها اعمل سوبرنيشن واشتغل على الارك بتاع النيدل. يعني ايدي النيدل رم النيدل دي رم يعني اللي هي النص دايره. فانا بمشي مع النص دايره اللي هي حركه البرونيشن والسوبرنيشن. وبعد كده امسك الابره واعمل سبورت للتيشو ان انا اخيط عليه واحط الابره تاني في النيدل هولدر واطلعها. كل ده انا بلف الابره مش بشدها بلفها في اتجاه الكيرف بتاعها. وبعد كده اعمل كوكينج للنيدل تاني. وبعد كده اعمل ايفيرجن للوند ايدج واخد 5 مللي او نص سم من الايدج. وبعد كده خدت السوتش الامر. والكلام اللي احنا بنقوله بقى على لسه الحاجات دي الواحد في الاخر يعني
اول حاجه احط السكشر بعد الريجن للسكن اتش حركت فيها روتيشن للميدل والسوبرنيشن والبرونيشن. ودايما وانا بعمل بيرسم السكن بيرسم بخلي الانجل اللي بين الميدل والسكن 90 دقيقه عشان وانا بعمل بنكشر يبقى في ليست تروما للسكن. تمام؟ بعدها بعمل بيرسم السكن اتش عشان اطلع الميدل منه. مش كل حتى الناس بنعمل لهم سكريننج للدور بس يعني مثلا انت عارف متاكد ان هو لا هو اتش اي بي ولا هو هيباتيتس سي ولا هو هيباتيتس بي ده مش معناه ان هو ما عندوش حاجات ثانيه انفكتد ممكن تتعمل. تمام؟ وده كل ده كل ده اللي انا عملته بس بطيء. هنضرب ده انا اخدت الغرزه بتاعتي ومربوطه حاجه من اتنين عشان ابقى يا اما اعمل حاجه اسمها بالمنج للفورسبس يعني احط في الجرم بتاعي عشان يبقى صوابعي معايا استعملها او ان انا اخدها. تمام ده على حسب الاكسبيرينس بتاعتك او على حسب كتر ما انت بتشتغل. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله ان انا احط الفورسبس في ايدي واشتغل بايدي عادي خالص. تمام اشد السترنج بتاع السوتشر لغايه ما يتبقى من التيل دوت ده اسمه تيل. والتيل ده هتلاقي فيه حته اصلا معوجه كده هي دي اللي انت بتوصلها يبقى حوالي 2 سم. تمام؟ انت بتشده لغايه ما يتبقى منه 2 سم. بتحط ميدل هولدر في وسط الوند يعني ده بروكسيمال ده الديستال بتاع الفيل والميدل هولدر في وسطه. تمام؟ وبيعمل حاجه اسمها حرف سي. كده. شايفين؟ في حرف سي. شايفين ولا بصور فيديو مش مصور. في حرف سي. حرف سي دوت باصص على الوند. يعني الميدل هولدر في الوسط في حرف سي وابدا الف لفتين. تمام؟ وبعد كده امسك التيل. دلوقتي الخيط ده الناحيه دي انا عايز اخليه الناحيه دي والتيل الناحيه دي انا عايز اخليه الناحيه دي عشان الفيرست ثروز دول تبقى نايمه على الجبهه كده. تمام؟ دلوقتي انا اجباري بقى الخيط ده هنا والخيط ده هنا وحصل سي الناحيه الثانيه سي معكوسه الفها لفه واحده بخرج التيل اودي الناحيه الثانيه. بعد كده باخد ثرو كمان وخليها كده وكده اسمها السيرجنز نوت هي تو ثروز وبعد كده 1 ثرو وبعد كده 1 ثرو كل واحده عكس اللي قبلها. تمام؟ وبعد كده انتوا جايين تحطوا كده بره هلبا. المهم دي اسمها الاستمنت تاي. بالنسبه للهاند تاي دي مش هتاخدوها دي ما تربط على ايد او اعصاب دي مش يعني هي مش هتفرق معاك ولا اهم حاجه الاستمنت تاي. اول حاجه احنا نحط بيه الهوتر في السته بتاعها المهم وبعد كده بنعمل سي البروكسيمال بتاع الستان وبعد كده بناخد تو وبعد كده بنعمل لوبنج تويس للستان على الميدل بوردر وبعد كده بنعمل نفس التيل بتاع الخيط وبنعكس الخيط اللي كان يمين يبقى شمال واللي كان شمال يبقى يمين او اللي كان ناحيتك الناحيه الثانيه او الناحيه الثانيه يبقى ناحيتك عشان ناخد اول جزء من العقد وبعد كده بترجع تعمل ترجع تعمل لوب تاني بس المره اللي فاتت عملنا تو اول حاجه عملنا تو لوبس الاثنين اللي بعدهم كل واحده وان لوب يعني في الاخر تعمل اربعه لوبس اثنين واحد واحد اسمها السيرجنز نوت. تمام؟ او السكور زي ما قلنا واحنا بنربط العقده انا حاجه اسمها ابروكسيميشن يعني انتوا شايفين هنا العقده انا مقرب بيها الانتس بس مش فايس ليبس ابروكسيميت بوت سبلانج يعني ما تخلقش الجاي قربوا بعض بس لان هي اللي بيحصل جسمنا اللي بيعمل ايه؟ طب ده بتقرب الدنيا ببعضها عشان تدي فرصه للجسم انه يعمل
من هنا باقل من نسبه السكر ممكن. ده الهدف الاصلي. انما كده كده يحصل ايه؟ تمام؟ ودي فكره الستريس ليبس. في ناس بتخرج يعني لو جات مثلا صغيره في الدقن هنا يعملوا له بلاصه هو الستريس ليبس مش شرط غرز. ما هو الهدف ان انت تقرب الدنيا من بعضها مش الغرز اللي هتعمل هنا. هنا هاخد تاخد السيرنج ثرو لوب واحد بعد كده زي ما قلنا نستعمل بس كويس ما نستعملش صوابعنا خالص في ماسك الابرة. البايس لو متساوي يعني خدت نص سنتي الناحية دي لو تاخد نص سنتي الناحية دي عشان الغرز تبقى سيمتريك ونعمل ريفيرشن لموند انجز لو هي تشوف تسمع كده بس الجلد مش بتشتغل كده خالص عشان يحصل بروبر ريبيتيشن في اسرع وقت. الناحية الثانية دي دلوقتي اسمها سيمبل سوشن سيمبل انتربتد سوشن. الماتريس دي زي الغرزه حد شاف حد وهو بيعمل مرتبه قبل كده؟ هي الغرزه اللي بتعمل نغازات في المرتبه دي حد شافها وبتعمل قبل كده؟ هو بيعمل ايه؟ بيدخلها ويرجعها تاني مرتين مش بيدخلها مره واحده يدخلها ويرجعها وبعد كده يدخلها ويرجعها. هي نفس اللي احنا هو اللي بنروح نعمله هو اسمها ماتريس. الخطوات اللي كنا عملناها في السيمبل سوتشر كنا عملنا نفس السيمبل صح؟ عشان نخليها بقى حاجه اسمها في حاجه اسمها هورزونتال ماتريس وحاجه اسمها فيرتيكال ماتريس. بالنسبه للهورزونتال ماتريس هرجع 5 ملم بروكسيمت او ديستال للسوشيال في 43 اسمها هورزونتال ماتريس. تمام؟ ده نفس المنزل اللي شايفين ده. الغرض من الغرزه دي ان بتاعها اسمها لو البوند فيه هاي تنشن وعايز اقربه باخد الغرزه دي. بس مش باخدها في كل بوند. باخدها على مسافات من بوند وما بين الغرز باخد السيمبل سوشيز عشان اقلل التنشن اللي على السيمبل سوشيز. تمام؟ وبعد كده مربوطه عادي بتوتر عادي. دي اسمها هورزونتال ماتريس. طبعا الابره راحت ورجعت مرتين اسمها ماتريس. اللي احنا عملناه دلوقتي ده الهوريزونتال. في حاجه بقى عكسنا الفيرتيكال ماتريس. تسقطش ساعتها ان هي دي تنشن هاي تنشن على التيشوز ممكن تحتوي على التيشوز ترانجليشن عشان كده ما ناخدهاش طول الروم. تبقى مناطق معينه في الروم عشان اقلل التنشن على المناطق الثانيه. تمام؟ مشكلتها ان انا بتعمل روم بروسس مشكلتها ان هي بتعمل حاجه اسمها مكان الابره انت بدل ما تطلع مره ومره تفهم ثلاث اربع مرات وكمان الخيط دوت على السكن بيسيب علامه فالسوشا بارت استعادها تبقى اكتر من الجرزه السيمبل او السيمبل سوشا. في حاجه اسمها الفيرتيكال ماتريس ونفس اللي احنا عملناه بس مش يعني مش من المنظر ده. الهوريزونتال اهم حاجه خدت بالك الهوريزونتال عملت ازاي؟ الفيرتيكال نفس برضه الخطوات الأمنية. الهوريزونتال احنا كنا جينا هنا وبعد كده طلعنا هنا على نفس الهوريزونتال يعني على نفس الليفل بتاع الهوريزونتال. فيرتيكال تبقى كده وقرب من بوند ايدج. كده
منه فار فار منه ماشي. دي اسمها الفيرتيكال ماتريس تمام. بص هاتشي اللعبه عباره عن ايه؟ الجزء ده بعد ايه؟ احنا الهدف من الوم بنلعب منه ايفيرجن وجاست ابروكسيميشن. مشكله الفيرتيكال ماتريس دي ان هي بتعمل رينج فوق ده اسمها البلد انتردرمال سوتشرز او السب كيو او السب بيتيكولر سوتشرز. السب بيتيكولر بيتيكولر هو الاندرمس بيتيكولر اللي بتاعت السكين هي الاندرمس. السب بيتيكولر يعني تحت الاندرمس يعني واخد الغرس بتاعتي في الاندرمس بتاع السكين. ممكن تتخذ مشغلات زي كده او ممكن تتخذ كونتينوس. الهدف منها هي بتبقى بيرد وتستوعب فيها ممكن تستعمل ابزورفر او نوت ابزورفر سوتشرز. لو استعملت ابزورفر سوتشرز بخلي الغرز مدفونه والعامل بيفكش الغرز زي الستات اللي بيصلوا في ناس منهم بتفك الغرز وناس ما بتفكش والاثنين بقوا مفروض لسه بيور بتفك بطول الجاب وتشد بطول الجاب. ميزته ان هو ما بقاش فيه ووند واركينج سوتشر ماركينج على ووند بارك. دي ميزته بس. واستعمل بوم فيلمنت عشان يتشد معاك بسهوله وانا بقدر افك واحد بس. مش كده المكان اللي هنا عمري ما اعرف هيحب عليه سب كيو خالص. بس هو هي ميست كوزموتيك لان ما بقاش فيه سوشيال ماركتنج على السيرفيس بتاع السكن تمام. انت ما تخيلش عيال انت لما يجي لك عيال ما تخيلوش. لو انت لو في دوت ان في انجيرز ثانيه انت ما انتش شايفها لو في انفيشن في حد مورس بينافس عنك لو في دي بوم في الفيس انت شاكك في النيرفس ارتفيشال نيرف في الماش ارتفيشال نيرف. لو انسايد دي ماوس لو ارم دي ايز كل الحاجات اللي بتعملها الفرق. لو انتو جوينت او انت شاكك في ليجامنت او تندر انجري وفي في الفينجر تيبس لو في تيشوز الحاجات دي بتبقى دي بتبقى دي بتبقى البسط البسط اكسبشن. Thank you.